السلام عليكم. اليوم حابين نحكي عن عطور سيجنيتشر سنت او عطور التوقيع او عطور البصمة. اول عطر في هاي المجموعة هو عطر أركان من نخبة العود. هذا العطر بذكرني بعطور توماس كوسمولا رقم 4، ولكنه محبوك بطريقة أكثر جمالا من توماس كوسمولا، والباكج تاعه خرافي. إن شاء الله بعمل فيديو مفصل عنه. العطر الآخر في هذه المجموعة هو عطر أمواج سيلفر، واحد من أجمل عطور أمواج، واحد من العطور القديمة ضمن مجموعة عطور أمواج. عطر كثير كثير في عليه مديح كثير. هذا العطر شحيح في الأسواق، إذا حصلته وجربته وأعجبك ما تتردد إنك تقتنيه. العطر الآخر في هاي المجموعة دوتش جابانا كينج نسخة الاي دي بي، عطر أروماتيك عشبي في لمسة حمضية، تابلي جدا، خشبي، مناسب لكل الفصول. النقطة المتعلقة بالثبات كونه تركيزه ايدي بارفام. بالنسبة للفوحان، مش من العطور اللي فوحانها بعبي المكتب او بعبي المكان، لذلك هو من العطور المكتبية جدا. كثير بنصح في هذا العطر للاشخاص اللي بيحبوا العطور الهادية، مش العطور اللي بتعبي المكان، سعره شوي مرتفع. من العطور اللي ايضا بنصح فيها انها تكون عطر توقيع او سيجنيتشر سنت نيشانيه هاشيفات، واحد من أجمل الإصدارات اللي حاكت وقاربت على عطر كريد أفنتوس. عطر حمضي في اللمسة هاي التابلية، اللمسة الخشبية، البرجموت مقدم بطريقة جميلة، الباينابل، ممكن البرجموت أكثر من الباينابل، الأخشاب، التوابل، صيفي، ربيعي، خريفي، ممكن يروح للشتاء. عطر توقيع وأداؤه ممتاز جداً بالمقارنة مع سعره، بالمقارنة مع سعر كريد افنتوس. سعره مش منخفض، ولكن مع سعر كريد افنتوس سعره مقبول. عطور اسعارها مقبولة لذوي الدخل المنخفض. انكارنوار سبورت بقدم الفاتيفر والحمضيات بطريقة جميلة مع الاخشاب، كثير بنصح في هذا العطر. سعره كثير منخفض، 30 $35، والاداء تاعه جيد جدا ومناسب لكل الفصول، ويصلح يكون عطر توقيع او سيجنيتشر سنت. العطر الآخر هو لاكوست لوم انتنس، أيضا هذا العطر حمضي أروماتيك عشبي في النوتة الجرين نوتس، حكي فيديو كامل عنه في الفيديو الماضي. أيضا هذا العطر يصلح أن يكون عطر توقيع أو عطر سيجنيتشر سنت، وهو مناسب للأشخاص اللي بيحبوا العطور اللي فيها اللمسة اللي فيها الجرين نوتس أو اللمسة الخضراء، وسعره في المتناول للأشخاص ذوي الدخل المحدود أو للطلاب الجامعات طلاب المدارس. كتير بنصح في هذا العطر.